مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير شاورما اللحمة على سيخ بالفرن مثل المطاعم. عنا 1.5 كيلو لحمة مع الدهن، واذا قدرنا نجيب لي افضل كمان، مقطع بهيدا الشكل. 2 ملاعق طعم بهار شاورما، رح حطلكن لينك بهار الشاورما على الفيديو. وعنا 1/4 كوب عصير حامض، 2 ملاعق طعم ملح، 3 معالق طعام خل، و1/2 كوب صغير زيت زيتون مخلط مع زيت نباتي. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. حركن مع بعض. هلا بحط فوقن اللحمة، هيدا شكل اللحمة. بسم الله. خلطهم منيح مع بعض. ريحة كتير حلوة. فيني اذا حبيت انقعهم بهيدا الشكل وحطهم بالبراد حوالي ساعة او ساعتين. هوني بعد ما حركتهم، هلا بدنا نكفي الطريقة مع بعض. عنا هوني كاسات او اي وعاء ضد النار بهيدا الشكل، وكمان عندي بصلة. هاي البصلة بدنا نحطها بهيدي الطريقة، تشيل العرق أكيد. بحط سنيطة، هلأ عندي كمان عيدان الخشب بعملهم بهيدي الطريقة. نزلتهم منيح بقلب البصلة وصاروا ماكنين. كمان حط سنيطة بهيدا الشكل. هلا بحطها بصحن ومنبلش مع بعض نحط بالشاورما. بسم الله. هيدا الشكل. شفتوا كيف مع الدهن؟ هالقطع الصغار بنحطهم بهيدي الطريقة.
بضغط عليها بهيدا الشكل. هيدا الشكل النهائي على السيخ. هلا بدنا ندخلها فرن حامي على درجة حرارة 250. بسم الله. هلا بنحطها بالفرن. هيدي الشاورما اللي عملتها أنا وياكم أخذت بالفرن حوالي 40 دقيقة. لنشوفها مع بعض كيف طلعت. هيدا الشكل النهائي. للداخل مستوية 100%. هيدي الشاورما اللي عملتها انا وياكم اخذت بالفرن حوالي 40 دقيقة على درجة حرارة 250. تتقدم مع بندورة وكبيس وبطاطا مقلية وطراطور وسيرفيس. بدنا نعمل مع بعض هلا عجينة خبز الشاورما. نص ملعقة صغيرة ملح، كوب طحين ومي. شو بنعمل؟ بنحط طحين، كتير سهلة. نص ملعقة الملح وبنعجنهم شوي شوي. مي بنحط، ما منكتر. كل ما نحتاج مي بنحط شوي عشان ما يطلعوا رخوين كتير. نقطة خفيفة. هيدي العجينة بعد ما عجنتها دغري بلش فيها. جبت شوية طحين لحتى لي رق العجينة فيهم. عملا كريات هيك صغيرة بهالحجم. فينا أصغر فينا أكبر. هيدولي ببلش رق بالعجينة. منرققها قد ما فينا عشان تطلع رقيقة وطيبة. نبدأ بهالطريقة للطريق هيك. شايفين هيك طريقة كتير حلوة وسهلة. بس يحمل مقلة ونحطها على الغاز. كل ما رقت كل ما أطيب العجينة. نحاول قد ما فينا نرق بالنار حامية منيح. هلا بعد ما حمل مقلة بدنا نحط العجينة. ما بيطولوا شوي وبتطلع وكتير طيبين للشاورما. نشيك عليها اذا احمرت من تحت تثبتت. بعد بدها شوي نرجع نقلبها على تاني ميل. هيدا الشكل للخبزة. خبزة الشاورما كتير روعة. كمان نفس الشي منشيك اذا تحت استوت من تاني ميلة. شوي صغيرة وخلص. شفتوا كيف؟ منشيلها عجنة نعمل غيرها. هذا خبز الشاورما يلي عملته كتير طيب مع الشاورما. اي شي بتحبوه على الكومنت لو سمحتوا. باي.